تقريبا سنوات معدودة دكتور محمد معيط وزير المالية ناولكم على نية خير يعني المهم اروح على فين بقى على البترول يا اخوانا النهاردة البترول لما تيجي الحكومة تعمل الموازنة بتاعتها الميزانية دي بتعمل الميزانية لمدة سنة خلي بالك فيجي او بيسألوا بعض كده المجموعة الاقتصادية هو احنا هنثبت الدولار عندنا بكام فالدولار يجي يقول لك خلينا نلعب على انه ب 18 جنيه. أو ب 17 ونص، ليه؟ عشان عنده حسابات، عنده ديون وبيسددها بره بالدولار فبيوفر مصري يحوله للبنك المركزي يحوله دولار للخارج، حسبة كده. من ضمن الأسئلة اللي الحكومة لازم تجاوب عليها وهي بتعمل الميزانية بتاعتها سعر الدولار. لأن أنا دولة مستوردة للبترول. لسه ما بقتش دولة مصدرة. طيب الميزانيه اللي احنا شغالين بيها حاليا نص 17 نص 18 اللي هي تنتهي في 30 6 القادم آه, اسف نص 18 نص 19 19 الحكومه كانت حاطه برميل البترول عند 67 دولار 67 دولار تقديرتها ان البترول مش هيتخطى الحجز ده لانه كان بيلعب في الخمسينات كم وخمسين دولار للبرميل السنه اللي قبلها لكن برميل البترول قفز قفزه كبيره عشان التهديدات واحتمالات حرب مع ايران والكلام سجل 80 دولار 80 دولار دكتور محمد معيط وزير الماليه بيقول لك كل دولار يزيد عن سعر سبعة وستين دولار يعني لو برميل البترول بدل 67 اللي الميزانيه مبنيه عليه بقى ب 68 الحكومه هتتكبد من جيبها 4 مليار جنيه طب هو زاد 13 يبقى الحكومه دفعت كام؟ 2 4 في 13 احسبوا معايا 40 و12 52 مليار جنيه 52 مليار جنيه لو استمر السعر ده لمده سنه هو هيستمر لمده شهرين بس لان الميزانيه هتقفل 30 6 طيب احنا عارفين ان الحكومه السنه الجايه تأخر عام لتحرير سعر الطاقه اللي هو البنزين عندنا والسولار هل معنى كده لا قدر الله لو سعر برميل البترول زاد وكسر حاجز المية هل الحكومة هتيجي في يوليو القادم تروح عاملة لي لتر البنزين بخمسة عشر جنيه مرة واحدة مثلا كده ولا هتقول لك لا في سنه اخرى ايضا دعم انا مش خبير نروح للخبير دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه بعد مساء الفل عايز اعرف من حضرتك الحكومه هتعمل ايه في المصيبه دي اللي هي برميل البترول بقى ب 80 دولار